بسم الله الرحمن الرحيم. إذا محاضرة جديدة من مادة جافا 1. في عندنا هون مجموعة من البرامج عملتهم، بدي أشوف راح أناقشهم واحد واحد معك. إذا عملت هنا 6 برامج على نفس البروجكت، طبعا كلهم عبارة عن مين كلاس، لازم كلهم يكونوا مين. بعمل لهم هيك نيو مين كلاس من هون واحد واحد عشان يكون فيهم المين بروجرام بهذا الشكل. خلينا نشوف أول برنامج. أول شيء خلينا نعمل لك رن. إذا بعمل رن إلو، بعمل رايت كليك عليه، بعمل رن فايل. طبعا زي ما احنا شايفين هنا البرنامج بيقوم بعملية طباعة النجم أو الستارز بهذا الشكل. أول ليفل راح يطبع نجمة، بعدين راح يطبع نجمتين، بعدين 3 نجم، بعدين 4 إلى آخره. كيف بدي أعمل هاي الخطوة يا شباب؟ بعمل 2 loops. اللوب الأول بحدد عدد الصفوف، يعني عندي قدي الصف هنا 8 صفوف، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. إذا بدك طبعا هنا لأنه أقل من 8 يعني 7 يعني، تمام؟ راح امشي من 1 ل 7، اذا عدد الصفوف قديش هون؟ 7، تمام. واللوب الثاني راح يمشي، اللوب الثاني اذا هذا يحدد عدد الصفوف، عدد الصفوف راح يكون من 1 ل 7 لانه هون اقل من 8. الان عدد النجم، عدد النجم بيعتمد في الصف الاول راح يكون عدد النجم 1، في الصف الثاني عدد النجم 2. خلينا نتبع شوي ونشوف كيف شو راح يصير. عندك الاي مقدارها 1 ونهايتها راح تمشي لاقل من 8 يعني 7، تمام، وبتعد بمقدار 1 يعني 1 بعدين 2 بعدين 3. الان بتاكد بشيك على الشرط، هل الواحد اقل من 8؟ نعم الواحد اقل من 8. بدخل على اللوب الداخلي، طلع هذا اللوب ايش؟ الشباب رجاء ان احد يخربش على الشاشه، تمام. تمام، اذا كمان مره، اذا اللوب هذا الان اي تمشي من 1 تنتهي عند قبل 8، والجي هذا اللوب الداخلي، هذا اللوب الخارجي، هذا نهايته هون، هذا نهايته هون. الجي تمشي من 1، تمام، وراح تمشي هون مش محدد لعند قيمة الاي راح تمشي، يعني في أول لفة لعند قيمة الاي، طلع هون هاي شغلة مهمة هون، راح تمشي أول لفة لعند الواحد. إذا هون قديش راح تلف لفة أول مرة؟ مرة من 1 لواحد لفة واحدة، فبالتالي راح تطبع ايش؟ نجمة واحدة، تمام. طبعا هنا بنلاحظ انه ما في نزلة على سطر جديد، تمام، بتظل على نفس السطر يعني هون. الان بيجي بيزيد الاي 1 بتصير 2، 2 اقل من 1 لا بيطلع، تمام. لما بيطلع وين بروح؟ بروح على الجزء الموجود هون يا شباب، تمام. الجزء اللي هون شو بيعمل؟ بينزل على سطر جديد. برجع ثاني مرة هون على الفور. الفور بيزيد الاي بمقدار 1، ليش بتصير؟ 2. بشيك على الشرط، هل الثمانية، هل 2 أقل من 8؟ نعم. بيجي على اللوب اللي هون، الجي بيعطيها 1. وراح تمشي لوين؟ تمشي للاي، الاي قديش الاي؟ 2، فبمسح هاي. أعطيه 2 هون، بعدين نمسح هاي، هاي 2. إذا رح يمشي من 1 ل 2، من 1 ل 2، إذا رح يمشي عند الواحد رح يمشي عند 2، 1 أقل من 2، نعم 1 أقل أو تساوي 2، بطبع النجمة. برجع ثاني مرة هون، يزيد الجيب بمقدار 1 بصير 2،
2 أقل أو تساوي 2. نعم طبعاً بطبع إيش نجمة جنبها، ليش؟ لأنه المؤشر في المرة الأولى ما نزل سطر جديد، بطبعها جنبها. برجع ثاني مرة هون تصير 3، 3 أقل أو تساوي 2، لا بطلع بيجي على السطر اللي هون، هذا السطر شو بعمل؟ بنزل على سطر جديد، تمام؟ بعدين برجع ثاني مرة على اللوب، بزيد الآي بمقدار 1 بصير 3، 3 أقل من 8. نعم بدخل على اللوب الداخلي اللي هون، اللوب الداخلي شو بعمل؟ برجع بصفر الجي من 1 ببلش، تمام؟ إذا هاي رح ترجع قديش؟ 1. ولو رح تمشي للآي، قديش قيمة الآي؟ نمسح هاي، قيمة الآي 3. إذا رح يمشي عند الواحد، عند اثنين، عند الواحد، عند اثنين، عند الثلاث، وبالتالي رح يطلع الثلاث نجم ايش؟ جنب بعض، إلى آخره. إذا هاي العملية بدها يا شباب بدها جملتين لوب، الجملة الأولى بتحدد عدد الأسطر اللي هم هون من 1 لـ 7، عدد الأسطر 7 للوب الأولاني، واللوب الثاني بيمشي من 1 لـ i، من 1 لـ i، تمام؟ طبعا هاي لاحظ الجملة اللي هون خارج اللوب، تمام؟ لو جينا بدلنا هاي مثلا عملناها 4، رح يعمل من 1 لـ 3، 3 صفوف، تمام؟ ممكن هاي اعملها n، اجي برا هون اقول له انتجر n تساوي 5، تمام؟ اعمله run، تمام؟ ممكن اعمله عن طريق سكانر. كيف يعني عن طريق سكانر؟ كيلو سكانر يساوي نيو سكانر، خلي اليوزر يدخل القيمة، صح؟ هون طبعا الخطأ كيف بنعالجه؟ عن طريق الامبورت، هنا نقول له sc.next integer. إذا اليوزر لازم يدخل قيمة، دخل اليوزر الآن مثلا 6، انتر، عمل له 6 سطور، تمام؟ إذا هون عن طريق سكانر حلينا الإدخال، عملية الإدخال. هذا البرنامج إيش؟ الأول. الآن ننتقل للبرنامج الثاني، خلينا نشوف البرنامج الثاني شو بيعمل. البرنامج الثاني اللي هو الفاكتوريال، هذا عبارة عن كان هوم وورك منك اللي هو الفاكتوريال، تمام؟ طبعا كيف نعمل له رن؟ نعمل رايت كليك عليه، نعمل رن، طلع لنا الفاكتوريال مثلا 10، بدي الفاكتوريال 5، اعطيه 5، نعمل رايت كليك على جافا 2، بدك تنتبه مش تعمل رن من هون مباشرة، لأنه هذول عبارة كلهم مين بروجرامز، تمام؟ تعمل رايت كليك عليه رن، طلع لك الفاكتوريال للـ5. في واحد بيقول لك انا طيب شو بعرفني فاكتوريال للـ7 قديش مثلا، تمام؟ تروح على الجوجل تكتب له فاكتوريال اونلاين كالكوليتر، اونلاين كالكوليتر، بعطيك كالكوليتر على الجوجل مباشره على موقع ويب سايت عشان تشوف انه البرنامج تبعك صح ولا خطا. انا طبعا جربته طلع معي الامور ايش، الامور تمام. شو اللي بيصير عندك هون؟ اللي بيصير انه هذا اللوب i رح يبلش من 1، رح يمشي للn اللي هو قديش الn مثلا 7، رح يشيك هل الواحد اقل او تساوي 7. نعم في عنده متغير طبعا هنا الf، هنا f عبارة عن 1، هذا عشان نحط فيه قيمة الفاكتوريال f، فبشيك الواحد أقل أو تساوي 7 حسب الشرط الموجود عندنا هون. نعم أقل أو تساوي 7. الآن بضرب F، F تساوي F ضرب I، معناته F ضرب F تساوي F اللي هي 1 ضرب I اللي هو قديش؟ 1 في 1 اللي هو 1. بعدين برجع هون يزيد قيمة الـ I 1 تصير 2، 2 أقل أو تساوي 7. نعم الـ F تساوي F ضرب
I يعني واحد ضرب اثنين، هيك راح تكون لي اثنين، راح يشيل القيمة القديمة برجع ثاني مرة بزيد الآي بمقدار واحد، ثلاث، ثلاث أقل وتساوي سبعة. نعم بيجي هون الآن الأف تساوي الأف ضرب آي، يعني واحد ضرب اثنين. شباب ما حدا إذا آخر شيء عندنا الأف كانت أول شيء واحد آي تساوي واحد، تمام. بالتالي واحد أقل أو تساوي سبعة، ما حدا يخربش على الشاشة يا شباب. واحد أقل أو تساوي سبعة، نعم راح يدخل هون F تساوي F ضرب I، معناته الأف راح تساوي واحد ضرب واحد اللي هي واحد، بعدين راح يرجع ثاني مرة هون هي عبارة عن اثنين، اثنين أقل أو تساوي سبعة، نعم الأف تساوي الأف ضرب I يعني واحد ضرب اثنين، بعدين بزيد هاي واحد بتصير ثلاث، ثلاث أقل أو تساوي سبعة، نعم الأف تساوي الأف ضرب I. هذا عبارة عن شو يا شباب؟ تلاحظوا انه عبارة عن فاكتوريال، كان بيمشي وين؟ بالفاكتوريال، يعني اخر شيء راح يكون لك اربعة بعدين راح يزيد اربعة هون، صح؟ واخر شيء راح يوصل معك اللي هو واحد ضرب اثنين ضرب ثلاث ضرب حد ضرب سبعة اللي هو فاكتوريال للرقم. طبعا هاي الجملة مش تابعة للوب، بدك تنتبه، هاي الجملة بتطبع مرة واحدة بعد ما يخلص ويجد قيمة الاف اللي هي هاي، حيطبعها طباعة هون. طيب احنا اخذنا الميثود المرة الماضية نفس هذا المثال اللي هو الفاكتوريال، بدي اعمل لك اياه عن طريق ايش؟ ميثود. عن طريق ايش؟ ميثود. طبعا انا نسخت نفس الكود الموجود هون، عملت له كوبي بيست على صفحة جديدة بس عملت له ميثود. كيف بحطه داخل ميثود؟ بعطيه اسم للميثود، بعطيها مدخل من نوع انتجر مثلا، والقيمة اللي راح يرجع فيها الميثود اللي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن انتجر، وحكينا هذول نكتبهم زي ما هم. ممكن في الاوبجكت اورينتد تعرف شو يعني public مثلا. هون راح يطبع using method. الان شو اللي بيصير عندك؟ خلينا نتبع نشوف شو اللي راح يصير. التنفيذ يا شباب ما ببلش من المين، من الميثود نفسه، ببلش من الميل من هون. بيجي الان هنا n تساوي 7، اعطي n تساوي 7 في الميموري. بعدين system.out.print n راح يطبع n اللي هي قديش 7 زي ما هي. بعدين راح يجيب عبارة الفاكتوريال زي ما هي هون، واليساوي زي ما هي. والان بده يروح شو يعمل؟ بده يروح الان في عندك شغله اسمها فاكتوريال ان. فاكتوريال ان في شيء في الجافا اسمه فاكتوريال ان مباشره، فبيجيب الان هنا اللي هي 7، بيروح يدور على شغله اسمها فاكتوريال ان. في فاكتوريال هنا عندنا، نعم في فاكتوريال هي موجودون، بيفرغ 7 هنا ويبلش ينفذ البروسيجر او الاجراء الموجود هون. طبعا هذا البروسيجر احنا حليناه قبل شوي، هو عباره عن لوب بوجد لك ايش الفاكتوريال او المضروب، وبحط لك القيمة بخزنها في ميل متغير اللي اسمه ايش؟ اف. وبالاخير لازم هاي جملة الريتيرن ضرورية يا شباب، لازم يرجع الميثود، لازم ترجع شيء، لانه هون عندك الريتيرن لازم ترجع انتجر، فبالتالي هون عمل ريتيرن لمين؟ للاف، تمام. فبدخل السبعة، وجد الفاكتوريال للسبعة، برجع الفاكتوريال في المنطقة اللي هون اللي هي تقريبا قديش الفاكتوريال للسبعة؟ هي 50 40. طيب كمان مره للشباب اللي بيدخلوا اول مره وما اخذوا المحاضره الماضيه، شو يعني ميثود؟ الميثود هي عباره عن زي بلاك بوكس. هذا البوكس بتعطيه انبوت، مثلا هذا الفاكتوريال عباره عن كود، عباره عن بوكس بتعطيه انبوت بيطلع لك ايش؟ اوتبوت. بتعطيه مثلا 7 وجد لك الفاكتوريال لمين؟ للسبعه. طبعا عملية إجراء الفاكتوريال للسبعة هي موجودة الكود داخل هذا البوكس. ممكن لو أعطيت أي واحد هاي الميثود، في بعض الميثودات بوصل مثلا طولها يعني حجم كبير، تمام، فبتعطي الميثود للشخص هو بس بيدخل باراميتر وبيطلع النتيجة، هو مش معني بالشغلات اللي بتصير هون، هو بدي إياه كبلاك بوكس بدخل input بطلع output.
زي مثلا الشخص اللي بيقيس مثلا ضغط، تمام؟ هو مش معني فعليا بالجهاز الضغط كيف بيشتغل من جوا، تمام؟ هو معني انه بس انه يعطي انبوت اللي هو ايد المريض وبيطلع له اللي هو مقدار الضغط، تمام؟ احنا مش معنيين بالضبط كيف بيشتغل الجهاز. تمام. أربعة، هاي عبارة عن ميثود أخرى. هاي الميثود إذا بتلاحظ طبعا كمان مرة تنفيذ من المين بروجرام يا شباب. هاي عبارة عن ميثود، وين بدايتها؟ هاي بدايتها وهي نهاية الميثود. هذا البرنامج كامل، الكلاس كامل، لتعرف وين بداية ونهاية كل سكشن، كل جزء. طبعا هنا بطبع سيستم دوت اد، بالتنفيذ من هون يا شباب ببلش سيستم دوت اد دوت برنت، بده يطبع ماكس 261. طبعا ما فيش شيء اسمه ماكس هنا، فبيدور على شيء ماكس هون، ميثود اسمها ماكس، بتاخذ ثلاثة باراميترز من نوع انتجر. نعم بلاقي هي في ماكس، بتاخذ باراميترز من نوع ثلاثة انتجر، فبفرغهم حسب الترتيب 261، بفرغ هون 261. الواحد راح تروح للزي، والستة راح تروح للواي، والاثنين راح تروح لمين؟ للاكس بالترتيب. طبعا هذا الميثود هاي توجد اكبر رقم من بين ثلاث ارقام، تمام؟ ولازم ترجع لك مين؟ الرقم الاكبر كانتجر. فكيف بنعرف انه هذا الرقم مين اكبر رقم بينهم الثلاث؟ طبعا في اكثر من طريقه لايجاد الرقم الاكبر، كل واحد له طريقته ايش؟ المختلفه. فمثلا هنا انا شو عملت هنا؟ حكيت اذا الاكس اكبر من واي والاكس اكبر من زي، معناته الاكس هي اكبر واحده، صح؟ اذا الاكس اكبر من الواي اند و الاكس اكبر من الزي، معناته الاكس اكبر من واحده، بيعمل ريتيرن لمين؟ للاكس، برجع الاكس، خلص ما في داعي للاجزاء الموجوده هون. طيب اذا الاكس مش اكبر واحده، راح ايش؟ راح يجي على الالس هنا، راح يجرب الواي، هل الواي اكبر من الاكس والواي اكبر من الزي؟ اذا الواي اكبر من الاكس والواي اكبر من الزي، معناته الواي بيرجع الواي، طبعا ما بيجي هون، خلص تمام. اذا الاكس مش اكبر واحده والواي مش اكبر واحده، معناته على الاكيد راح تكون هي الزي اكبر واحده، او اذا متساويين راح يروح كمان على الجزء الموجود هون. فهو هذا البروسيجر يا شباب، او الاجراء او البوكس الموجود هنا، هذا شو بيعمل؟ هذا البوكس تعطيه ثلاثة inputs وبيرجع لك مين؟ بيطلع لك الماكس. طبعا هون الماكس بينهم راح يكون هو الستة، وراح يرجع مكان هاي كلها قديش؟ ستة، وبالتالي راح يطبع ايش؟ راح يطبع ستة. ان شاء الله تكون الامور واضحة. خلينا نعمل run نشوف كيف. اذا طلع معنا ايش؟ ستة. مثلا 12 نعمل رن. طبعا رن مش من هون، بدك تنتبه من هون، لانه في اكثر من مين بروجرام. 12 رن، طلع كل مره بيرجع لي اكبر رقم بينهم. اذا بدك اقل رقم، بس تقلب ايش؟ الاشارات هون اقل اقل، هون اقل اقل، بصير عندك ايش؟ اقل رقم بينهم. طيب اذا هذا كان البرنامج الرابع. خلينا نشوف البرنامج الخامس اللي عملته اليوم انا لك، اللي هو نفس البرنامج السابق بس بتعديلات، اللي هو هون void. اذا تتذكر البرنامج السابق ما كان في void، كان في integer. شو الفرق بين void والانتجر؟ الانتجر لازم يرجع قيمه، يعني هذا الجزء لازم يرجع قيمه، يروح على البيثود هاي ورجع قيمة، والقيمة ينزلها في هنا. بينما لما يكون void معناته مش راح يرجع قيمة، بيروح بيعمل عملية معينة، بيعمل procedure معين هون بدون ما يرجع أي قيمة، تمام؟ طيب شو يعني بدون ما يرجع قيمة؟ يعني راح يروح الآن max 263. الآن هاي معناته مش راح يرجع شيء. بدخل هنا 2 6 1،
حسب السيكونس الموجود هون بنزلهم واحدة واحدة. هذا طبعا بوجد ايش؟ اذا الاكس اكبر من الواي والاكس اكبر من الزي راح يطلع ايش؟ اكس مباشرة. اذا الواي اكبر منهم اثنين راح يطلع واي، واذا غير هيك راح يطلع ايش؟ الزي. وما في ريتيرن، ما في ايش؟ ما في ريتيرن، بينما هون في هنا هون كان في عندك ايش؟ في ريتيرن. اذا الفويد ما بيرجع قيمة، بيروح بالمهمة بس بدون ما يرجع باختصار يعني. طيب خلينا نشوف البرنامج آخر، توقع السادس. البرنامج السادس طبعا هو حل assignment موجود عندك في أتوقع أعطيتك إياها، اللي هو بيسموها Euclidean distance. شو المقصود بالEuclidean distance؟ اللي هو عندك x2 أتوقع أني معطيك إياها أنا، x2 ناقص x1 كل تربيع زائد y2 ناقص y1 كل تربيع تحت الجذر. فبتعطي البرنامج بتعطيه الـ x2 والـ x1، بتعطيه الـ y2 و y1، هو بده يوجد لك ايش؟ بده يوجد ايش؟ النتيجة. يوجد النتيجة. طيب إذا الـ x1، الـ x1 والـ x2 والـ y1 والـ y2 هم عبارة عن inputs، صح؟ فهنا بنقول لليوزر دخل x1 و x2، بعدين دخل x، دخل x1 وy1، بعدين هون دخل x1، هون في غلط هنا فلازم 2. تمام، نيجي هون بنعدلها 2 2. تمام، دخل جديد يدخل اسمه شباب. طبعا هاي السؤال كان موجود معك، المسافة x2 ناقص x1 كل تربيع زائد y2 ناقص y1 الكل تربيع، الx1 x والy كلهم عبارة عن input عن طريق اليوزر. بحكي لك لازم شكل الاوتبوت يكون بهذا الشكل. تمام، فهاي بدك تحطها بين system.out.print يا شباب، هاي وهذا الجزء بين system.out.print يعني بهذا الشكل system.out.print عشان تطبع كما هي، والجزء اللي هون كمان system.out.print، والجزء اللي هون كمان system.out.print زي ما هو بين علامات اقتباس. الأربع متغيرات اللي هم هذول بتدخل عن طريق اليوزر عن طريق سكانر. هو كمان مسهل عليك، بيقول لك استخدم ميثود جاهزة اسمها math.power. math.power تعطيه مثلا بدك 5 أس 2، كيف توجد عن طريق math.power؟ تعطيه math.power، بأخذ 2 parameters يا شباب، الأول اللي هو الأساس والثاني اللي هو الأس. فهون إذا هاي عبارة عن كلها عبارة عن A تكون أس قديش؟ نص، هاي صح ولا لا؟ بحط لك نص هون. تمام، خلينا نرجع للبرنامج ثاني مرة. قرب تخلص نص ساعة تقريبا، فبنحاول. إذن هنا هاي الجملة لليوزر عشان يقول له دخل انتر x and y. تمام، بيدخل رقمين عن طريق السكانر، الرقم الأول بيدخله في x والرقم الثاني بيروح في y واحد. وهون بيقول له دخل x2 و y2، الأول راح يدخل في x2 والثاني راح يدخل في y2. بعدين هون اللي هي عملية ال عملية اللي هي math.power x2 ناقص x1 تربيع، هاي عبارة عن x2 ناقص x1 كل تربيع، وهون هاي الأس اللي هي 2، وهاي كمان عبارة عن y2 ناقص y1 كل تربيع، اجمعهم مع بعض
بعدين بروح على جملة جديدة اللي هي map dot power اللي هو عملية الاد. أنا لازم أكتب اد بدل add. هذه ما بتأثر على البرنامج بس لازم اد عشان هو قاعد بيجمعهم مع بعض. نص نص تمام، وهون بيطلع النتيجة. العملية سهلة مش صعبة. طبعا هذا كان واجب المفروض انه يعني ننفذ ونشوف. طبعا ممكن مثلا ندخل زي هيك مثلا هاي نقطتين، هاي عبارة عن البوينت الأولى، النقطة الأولى اكس واي، وهي عبارة عن النقطة الثانية اكس واي، وهي أوجد المسافة ايش بينهم. إن شاء الله أن تكون الأمور واضحة. الآن خلينا نشوف إذا في أي مشاكل أو أي استفسارات.